أخبار اليوم. أنا اسمي صالح الجزار من حلوان، عندي عربية ميكروباص ملكي شغال عليها سواق آخر النهار. زي ما أنت شايف حضرتك أكتر من 50-60 عربية بل بيزيدوا، مالهمش موقف، مالهمش مجرى جوه. وجه المحافظ وقال نخلي مجرى جوه، ما حصلش الكلام ده. جوه فين؟ اللي هو جوه في عبد المنعم رياض، واخد بالك؟ واتخانقت السواقين بتاعه المعادي مع سواقين حلوان لان مفيش مكان بالفعل، واخد بالك؟ فالراجل ده ماسك الكارت. احنا قلنا ان المحافظه تحدد مكان وتقول للراجل ده عايزين 5 قروش، بس الناس دي تكون واقفه في مكان محترم، واخد بال حضرتك؟ زي ما انت شايف المنظر لو صورت، هيجي دلوقتي امين شرطه ولا هيجي ظابط، كل العربيات دي هتجري وبتاخدوا مخالفات. يا استاذ الظابط بيجي هنا اهوت بيلم من كل عربيه 50 جنيه، واحنا معانا رخص ساريه كلها، سيرفيس ساري، رخصه عربيه ساريه، رخصه سواق ساري. وعلى فكره تيجي تقول له بيلم طب حضرتك جنيه كل 3 شهور، حضرتك بتاخد 50 جنيه ليه؟ يقول لك كده. طب كده ليه؟ عافيه اهو عافيه، مش عارفين ال 50 جنيه اللي بيسحب عليه. طب انت اعمل لي موقف. قلنا له اعمل لنا موقف، مش عايز. انت اعمل لي موقف، انت تروح للمحافظ. انت شفتنا من اليمين، احنا اللي هنروح ونيجي للمحافظ. انت شفتنا من الموقف من اليمين، بتاع من المجرى اليمين. المجرى اليمين لو انت حضرتك صورت هتلاقي المجرى اليمين دي واقفه اصلا مش شغاله. كان الزبون بينزل مستريح واحنا بتاعه، واحنا بنبقى مستريحين معاه. وبعدين مش مشكله الوقت، هو شال الموقف. ممكن يعمله حل لي طالما انت شلت لي الموقف، وانا سيرفيزي عبد المنعم رياض، تمام؟ دخلني الموقف جوه. اه فين انا؟ قبل ما تشيل الموقف دخلني موقف. ادام شلتني من الموقف ومش عايز تدخلني جوه الموقف اللي لينا اساسا رجل فيه، مش عايز تدخلنا فيه. انت بتقول المواقف العشوائيه، احنا مش معارضين ان احنا نخش الموقف، بس انت دخلني، اعمل لي موقف ودخلني فيه جوه. بدل ما انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، الناس دي ممكن تقعد اسبوع في بيوتها ونركن العجل تحت البيوت، بس الدنيا هنا هتتدربك والناس مش هتلقى وسيله مواصلات. احنا عايزين اللي يحترم الحكومه ويحترم برضو السواقين. ها ولا انت مش معايا؟ ويا ريت تصور الكلام ده، تشوف العربيات دي. ده العربيات دي على فكره ربع العربيات اللي بتقف زائد كمان. فاحنا بنقول الراجل ده بتاع كارته وملتزم، يشوفوا له مجرى جوه تحت عبد المنعم رياض، واللي الحي او الحكومه هتقول عليه هو ملتزم يدفعه. صح صح غير كده، صح غير كده. العربيه اللي تقف بره بعد ما تدخلني الموقف جوه في عبد المنعم رياض اللي هو موقفي اصلا، العربيه اللي تقف بره اسحبها. ما بقولكش اسحب رخص، اسحبها. انا بقولك العربيه اللي تقف في المنظر العشوائي اللي انت شايفه ده اسحبها. لا هو كمان يعمل لك ارشادات على دخول المنطقه، يعمل ارشادات على دخول المنطقه، يعني الدخول جوه هنا ركوب حلوان من التحرير لحلوان، من حلوان للتحرير، يعمل ارشادات يفط على جنب نهوت عشان الناس. واي عربيه غير من السيرفيس عايز تسحبها، يا عم اسحبها على الاقل تريحنا، احنا هنقدر نشتغل. احنا بنيجي من بيوتنا اساسا عشان ناكل عيش، مش عشان نسرق او نتخانق. اول ما نلاقي عربيه واقفه نلاقي ظابط جاي كله بيجري، العجل كله بيخبط في بعضه، هنعمل ايه؟ احنا احترنا ان الزبون ممكن يجي يركب، احنا نشوف الظابط نجري الزبون يقع على الارض. يعني الزبون بقى على الارض ممكن يتعار نشيل مسؤوليته عشان خايفين من الظابط. للاسف السواقين بتاع، يعني الظابط بيجي يجري العربيات دي كلها بالسواقين كلها، ما بنعرفش ناكل عيش. هما بيسحبوا الرخصه. بتحمل ايه؟ بتحمل حلوان. بتحمل حلوان؟ اه معناش. والغريب ان امبارح اتسحبت رخصه السواقين واقل مخالفه بتتاخد 50 جنيه، نفوجئ ان امين الشرطه ياخد من السواقين 25 جنيه، حلها لي دي ازاي؟ خد 25 جنيه ازاي؟ ياخد 25 جنيه ليه؟ مش عارف، هي المفروض اقل مخالفه 50 جنيه، ياخد من السواق 25 جنيه عشان دي رخصته للدرجه دي؟ ما بيقطعش وصل من غير وصل ولا اي حاجه؟ غير وصل بياخد 25 جنيه عشان يديني الرخصه، اقل مخالفه فوريه دلوقتي 50 جنيه. ما هو مش هيدفعني 25 جنيه عشان يدفع ال 25 جنيه من جيبه. كل ما يجي يلم الرخص من السواقين. انا عايز اقول على حاجه، الراجل ده بقى له 25 سنه في الموقف هنا. يمكن هو اللي ابتدى موقف التحرير. ويا ريت حد يقابله يقعد معاه ويسمعه، لان هو هيفيد الحكومه، هيفيد السواقين، هيستفاد. لان صدقني السواقين عندها استعداد نركن عربياتنا، احنا مش خسرين حاجه، 10 ايام تحت بيوتنا، بس ايه اللي هيحصل هنا؟ مش هينفع. يا ريت يكون فيه اهتمام بالسواقين واهتمام بالموقف بتاع عبد المنعم رياض. المكان دوت اساسا بتاع ميكروباص، حته فاضيه ونظيفه وبعيده عن اي مشاكل. يجي الصبح ابص افاجئ نيجي الضباط كله يجري، طب فين الموقف بتاعنا يا جدعان؟ يقول لك ما نعرفش، وياخد بال 15 16 عربيه على قصر النيل.
رخص 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 ايه بقول لك عشوائي عشوائي عشوائي. انا جاي طالع من بيتنا شغال على عربيه, مش صاحب عربيه, شغال على عربيه, باجي اخر النهار بلاقي لقمه عيش. لما يجي ياخد مني رخصه ادفع 1200 جنيه على الرخصه بتاعتي, اعمل ايه؟ من حقي بقى اطلع اسرع واكسر واعمل الدنيا بقى اذا كنت ماشي صح اساسا, وبتوع البلد مش عايزين يخلينا نمشي صح. نعمل ايه؟ سيرفيس ده كله, كل العربيات دي كلها فيها سيرفيس وفيها رخص سليمه 200%. قولوا لنا على مكان نقف فيه بشرط ان المكان اللي تقولوا لنا عليه تعملوا ارشادات للناس اللي تيجي تقف بعيد عن الموقف يخش الموقف عندنا هناك. عشان نطلع هي مقفوله مقفوله كده, الشرطه اللي واقف لها ممنوع حد يخش هنا اجباري. طالعين من بيوتنا ناكل عيش, حضرتك بتاع حضراتكم شرتونا من الموقف, اعملوا لنا دخلونا الموقف جوه. الموقف المجرى بتاعتنا فيها فعلا فيها مجرى حلوين, خدوها المعادي. احنا عشان نخش بالعربيات بتاعتنا جوه لمجرة المعادي هنعمل مجزره جوه, عربيات كتيره غير اللي هي عربيات كتيره, احنا هنعمل مجزره جوه عشان خاطر اللي احنا نعرف ناخد وضعنا تاني جوه.